ذلك في نقوش المعابد في الأقصر، وموجودة والأعلم من ذلك أن هذه القصص الطفولية كانت في الألوان، واستخدم المصريون القدماء رسوم هذه القصص بثلاثة ألوان، والعالم كما قالت سيدة أم كلثوم كان يمشي في ظلام ونحن يعني نضيء العالم بتقدمه بنور. شاهد وقت ديزني أو من زار مصر الرسوم الطفولية على المعابد المصرية وثلاث ألوان، الأحمر والأسود والأبيض، وفي زمن من 5000 أو 7000 سنة أراد صلاح معاذ بهذه الغاية أيضا أن يثبت سبق المصريين في الأدب الشعبي، هذا الراوي الحكاء الشعبي الذي يقف في وسط ميدان ويحكي تاريخ وطني ويحكي عن عشقه لبلده ويحكي قصص الملوك والرؤساء وأيضا قصص العشق، لأنه تمر بنا من آن لآخر قصة العشق بين بدار وحبيبته تكاي وبين بدار وسنعيد وحبيبتها أيضا التي زوجها الأميرة بعد ذلك حبيب. وصلاح معاذ هذه الرواية الصعبة يضع فيها تبديلة أيضا عاطفية لكي يكسر من ملل القارئ ومن صعوبتها أحيانا بهذه القصة العاطفية في وسط قصص سياسية في وسط قصص الانتماء، هذا مستوى آخر. أيضا كما قلت أنه يدافع عن الحكاء المصري القديم الحكاء الشعبي، وهذا المطلب الذي طلبه سيادة اللواء ترجع إليه الدول المتقدمة الآن بعدما صدروا لنا وسائل الإلهاء من نت وتابلت وغيرها للو أبناءنا، وليقضوا على صحته معقولهم وعقولهم ونفسياتهم، عادوا هم الآن إلى الحكاء وإلى ورش الحكي، يأخذون كبار السن من دور المسنين حد ويذهبوا بهم إلى المدارس ودور الحضانة ويطلبوا منهم أن يحكوا لهم الحواديت عن تراثهم وتاريخهم الذي لا يساوي شيئا وعمره بالكاد 100 سنة أو 200 عام، ونحن نسينا هذا الأصل لدينا، أن لدينا حضارة عمرها 7000 سنة وأنها تحتاج إلى ما طلبه السيد اللواء إلى إحياء فكرة الحكي وورش الحكي، وأن نحكي لأبنائنا وأطفالنا عن تاريخ مصر خاصة التاريخ الفرعوني، ذلك التاريخ الذي برع فيه المصريون وسبقوا من خلاله العالم. هذه الرواية من حيث التكنيك، أما من حيث اللغة فإن الكاتب الكبير الدكتور صلاح معاذ يستخدم لغة سهلة وتكنيكه هو الصعب ومحتاج إلى وعي في الوصول إليه، لكن اللغة سهلة وبسيطة. ومن مميزات صلاح معاذ هو يتقمص الكتابة أيضا، أننا نجد في بعض الحكي أن صلاح معاذ رغم سهولة اللغة يعيش في زمن بكار فيتحدث بلغته ويصف أوصافه وكأننا موجودون في العصر القديم رغم سهولة اللغة، لكن الجو السياحي هذا مع المحافظة على اللغة السهلة البسيطة. أحيانا أنا أقرأ الرواية أشعر أن أنا واقف بين بكار وبين سن وهايل، ماشي بعبر الصحراء، ماشي راكب السفينة التي رصد بها في أثينا أو في بلاد اليونان وهكذا، هذه ميزة، لكن اللغة سهلة وواضحة. بعض الناس البسيطة فقط لأن نخص لغة عربية كل همزات الوصل والقطع فيها خط تحتاج لغة، وهذا لا يقلل من الإبداع، ودايما يقولوا لنا بلاش يا مشايخ كده تتكلم على العلم والحاجات النظرية، لكن هي مرض عندنا، الواحد وهو ماشي كده شاف يلقى يقوم عينه بتجيله إيه الخطأ. كلام كتير عن الرواية وعما أثرته فينا وفيكم من قضايا زي القضية اللي أثرها الأخ الكبير سيادة اللواء بحشمان، زي القضية اللي أثرتها في براعة الأطفال والمؤمنين، الموضوع كبير، عايزين ندوة للسيادة اللواء محسن، وأنا مستعد لندوة يعني أتبرع بندوة يشرفني إن أنا أجيبكم عن أدب الأطفال أو عن اللغة العربية وموقفها وعن التعليم في مصر وقضايا التعليم وسبل تطوير التعليم في مصر وما ينادي به الوزير المخلص طارق شوقي، نتمنى ان يوفق الله والا يحرزه. شكرا لكم ولك كلام كثير، شكرا لكم. الندوه احضرها الاطفال الاول ثم يعني هم موجودين قبل الاطفال اولياء امور الاطفال يعني اولاد بقى اولاد يسلموا يعني لا يصدقوهم بيجي معاه. شكرا لمحددكم على الناس في حضراتكم، احنا متحمسين لكم لانكم فعلا بهذه الندوه تثبتوا انكم
خصوصية مركز الاستقرار والنقابة والله العظيم نقطة جميلة جدا. أن نقابة المرشدين السياحيين تنتبه وتهتم بهذه الندوة الأسبوعية، ونحن بدورنا يجب ألا نتقاعس أو نتأخر عن أي إشارة منكم، ونشكر على أول مراجعة مرحب بوجودكم. انا سعيد جدا، انا ياسر الليسي ماجستير في الانثروبولوجيا السياحه الثقافيه. كتبت في رسالتي السبيل الوحيد لتطور السياحه المصريه هو التعاون مع وزاره الثقافه، خاصه مع الشق الروائي مع حضرتك. عايزين من خلال نقابتنا هنا ان شاء الله، وده مشروعي ومشروع زمايلي هنا ان شاء الله. هذا سبق عالمي مش سبق مصري طبعا ان شاء الله، بالتعاون مع حضرتك مع ديكي بيز حضرتك ان شاء الله عايزين نطور من اداء المرشد السياحي. فعلا كل اللغات كل الجنسات العالم بتحب تسمع مصر التاريخ بصوره روائيه. يعني معظم المرشدين زمايلنا اللي بيتكلم عن الاثار المصريه وعن المتاحف بشكل اثري فقط بحت، الراجل الزائر اللي معاه بيميل. المرشد الناجح يا فندم هو الوحيد اللي بيحكي التاريخ المصري والاثار بشكل روائي. انا عن نفسي انا بعترف ان انا من حضرتك استقلت كتير جدا اسلوب روائي، ومن معظم روائيين مصر اللي حكوا عن تاريخ مصر بشكل روائي. وانا شايف ان التطور الوحيد للسياحه المصريه وكسب اكبر عدد من السياح لمصر هو الحكي عن مصر وعن تاريخ مصر بشكل روائي. شايف ان المهم جدا لازم نعمل اتحاد مع حضراتكم، وهتساعدونا طبعا ان شاء الله ان احنا فعلا نطور من اداء الارشاد السياحي في مصر ان شاء الله. انا سعيد جدا ان انا شفتكم، ويمكن دي كانت اول يعني ريكومنديشن كتبته في رساله الماجستير، ان فعلا لازم وزاره السياحه المصريه تتعاون تعاون تام مع وزاره الثقافه، وخاصه مع الروائيين اللي موجودين في وزاره الثقافه، من اجل التطوير ان شاء الله للمجال السياحي. شكرا يا فندم. شكرا جدا. بس ما فيش دلوقتي دفاع كمان من مصر. ده هو راسنا. تنزل بره. بشكرك جدا لان انا كنت بعمل برنامج في رمضان الماضي، برنامج هو سياحي. كنت بتحدث عن بعض الاثار المصريه خاصه في شارع العزي وكل ده، فكنت في البرنامج اسمه من باب الفتوح لرواد النصر. فكنت كل يعني كل مسجد كنت بعمل او كل عالم من معالم معلم من معالم هذا الشارع كنت بكتبه في قصيده. فقصيده بتتكلم عن شكل الاثر. مره يا فندم قريت واحده لما فعلا كانت جميله جدا. دكتور ايوه بالظبط يعني دكتور نشوف مثال على مسجد والله كانت قصيده كلها دي بس هذا هو على بس انا حبيت احيي بس بفضل احيي زميلتي زعزعة العرب عزة الدنيا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا بس يا سلام يا سلام يا نفس المدرسة يا فندم ليها الشرف بس صلاح عشان انا خلاص بعد مش ليك يا فندم. مين الفنان اللي اختار الغلاف ده؟ انا ليا تعليق فعلا. كان غلاف موفق جدا في مصر. المنظر دوت ده منظر فرعون اقوى فرعين مصر. مقبره بتاعته موجوده في السقاره فيها المنظر ده. ما عملش المنظر ده دكتور لما فعلا الجيش المصري وصل لحد ما بعد الجندل الثاني. فعلا ساعتها وفي اللحظه دي حب وحب حس بالعظمه وعمل الوضع دوت فعلا. فكان فعلا غلاف بمنتهى التوفيق. طبعا الدكتور صلاح معاقي يعني شهادته مجروحه في الدكتور عبد فانا اقحمت نفسي بدل ما اظلمها يعني كفايه ظلم في البيت. كنت دايما اعمل مشاكل في البيت. فالدكتور عبد الياض معاقي هي طبعا فراو معاقي والله
رئيس الشعب السابق حد كتاب وهي كتيبه ممتعه ايضا متشعبه يبدو ان عدوى الابتلاء على صدر حمان مش بعيد عنكم ايضا هي مهتمه ايضا بالتاريخ الفرعوني لها الكثير من الروايات او من السلاسل من اهمها سلسله اطفال حكموا العالم وهي ايضا روايات فرعونيه ونساء حكمنا العالم على شخصيات ايضا فرعونيه وبيبي قاهر الهلال الايمان بيبي قاهر الايمان صادره عن دار الهلال ايضا هي حاجه للتاريخ الفرعوني وانا كمان في المؤتمر القادم لادب الاطفال اخترت انا مسؤول في مجلس توثيق ادب الاطفال ومع الكاتب الكبير يعقوب الشراري عن تنظيم هذا المؤتمر الذي تشرف عليه وزاره الثقافه وانا ادعوكم لحضوري وتشرفوني يوم 2021 بدار الكتب المصريه هو ادب الطفل عبر العصور خدنا مصر بالذات خدنا العصر الفرعوني والعصر الاسلام والعصر الحديث وانا اخترت البحث بتاعي يكون في ادب الاطفال في مصر الفرعونيه هذه دعوة لكم ونتشرف بتشريفكم يومي 20 و21 من نظام القدم شرفنا الله يبارك فيك تحية للدكتورة عطيات أبو العنين وعطيات أبو العنين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النهارده الحقيقة أنا سعيدة جدا بوجود بينكم وطبعا لا ننسى إن احنا نلقي يعني أولا لأول مرة معكم بعد خبر صديقنا الشاعر الاستاذ محمد ابو المجد التبرتين وبرتي كل المثقفين فيه وايضا الشاعره نهال ابنه الشاعره امل عامر وايضا المرشد السياحي الزميل والحزن الاكبر للاسف المجموعه الكبيره جدا اللي فقدناها امس والعماره تتصاعد والحرب الشرسه اللي احنا بناخدها خلال سنوات طويله وصلت لذروتها خلال هذه الفتره. الحقيقه انا بشكر نقابه المرشدين السياحيين والنقابه الفرعيه المفيده على هذا النشاط اللي نقول يعني نجحتها حقيقه لاول مره بنجد ان نقابه المرشدين بتهتم بالثقافه ولما تختار الاعمال التاريخيه اللي بتهتم بها. واعتقد انه من خلال يعني هذه الروح الشابه والجهود اللي بتقدموها اعتقد لو تم التعاون ده ونزلنا للشارع والمدارس الابناء اعتقد ان احنا هنعمل عمل كبير جدا وهنزرع الانتماء اللي احنا مفتقدينه. فخوره جدا ان انا اقعد الى جوار قامه حقيقه الملحوظه الغريبه اللي انا استشفتها من خلال لقائي باي قائد او باي بطل من ابطال اكتوبر هذه الروح الشابه الفتيه يعني الحقيقه احنا بنفتقدها في هذه الفتره ومتهيألي ان احنا لابد ان احنا نستفيد من وجودكم دايما. يعني الاولاد الشباب والمراهقين والمراهقات اللي افتقدوا هذه الروح ولم يعيشوا هذه الفتره ولم يتعرضوا لهذه الصعاب والمصاعب اللي احنا كجيل تحملناها لما يسمعوا من هؤلاء الاطفال يعني كل لحظات حيه عاشوها اعتقد ده هيفرق معاهم كتير جدا وخصوصا احنا لمسنا ده من خلال الندوات اللي عملناها بقاده حد